Hello my dear student, today we will start in our new lesson. Lesson عندنا بيتكلم عن النيوميريكال باترن. خدنا قبل كده النيوميريكال باترن كنا بنقول عبارة عن ايه؟ is a sequence of numbers according to a particular rule. بنقول تتابع من الأعداد وفق رول معينة. طب الرول دي بنمشي عليها على أساس ايه؟ على أساس الأوبريشن اللي احنا خدناها. احنا خدنا الأوبريشن البلس والماينس والمالتبلاي والديفايد. طيب امتى نعمل بلس وامتى نعمل ماينس وامتى نعمل مالتيبلاي وامتى نعمل ديفايد؟ قال لي لو لقيتها بانكريز بتزيد يبقى احنا كده يا نعمل يا عملنا بلس يا عملنا مالتيبلاي. يبقى لو انكريز يبقى يا بلس يا مالتيبلاي. طب لو ديكريز يبقى عملنا ديفايد. لو بتنقص يبقى عملنا يا ديفايد يا ماينس. لو ديكريز هنيجي نشوف مثلا في الاكزامبل اللي عندنا نمبر 1 ال 10 بيكون 14. يبقى عملنا ايه؟ زادت ولا نقصت؟ زادت. طب احنا قلنا لو زادت يا مالتيبلاي يا اما بلس. هنيجي نشوف في حاجه في تيبل 10 نعملها مالتيبلاي تدينا 14؟ لا. يبقى احنا كده عملنا بلس. بلس كام؟ هنيجي نقول ال 10 بيكون 14 يبقى عملنا بلس 4. هنقول 14 ماينس 10 هتدينا 4. احنا بنزود كل مره 4. طب 14 بلس 4 تدينا 18. 18 بلس 22 18 بلس 4 هتدينا 22 22 بلس 4 تدينا 26 26 بلس 4 هتدينا 30. طيب example number 3 بيقول لنا ايه؟ 1 become 2 يبقى عملنا ايه؟ زادت برضه. يبقى عملنا بلس عملنا مالتيبلاي. طب لو احنا قلنا بلس 1 نيجي نقول 2 بيكام 4 ينفع نبقى كده احنا عملنا بلس 1؟ لا. طب نيجي نشوف المالتيبلاي 1 تايم 2 ايكوال 2 2 تايم 2 ايكوال 4. يبقى احنا كل مره بنعمل مالتيبلاي 2 4 تايم 2 ايكوال 8 8 تايم 2 ايكوال 16 16 تايم 2 ايكوال 32. سي عندنا بقى ال 50 بيكام 40. طيب حصل ايه؟ حصل ان هي نقصت، يعني حصل ديكريز. طب ديكريز قلنا الديكريز بيكون يا ديفايدد يا ماينس. هنيجي نشوف ينفع نقول 50 ديفايدد حاجه تدينا 40؟ لا مش هنلاقي حاجه، فهنقول كده نجرب الماينس. ال 50 بيكون 40 يبقى عملنا ماينس 10. بص على اللي بعدها ال 40 لما نقول ماينس 10 هتدينا 30. يبقى احنا كل مره بنعمل ماينس 10. هنيجي نقول ال 30 ماينس 10 هتدينا 20. هنقول ال 20 ماينس 10 هتدينا 10. 10 ماينس 10 هتدينا 0. طيب نبص على اللي بعدها. دي عندنا بيقول لي 128 بيكون 64. يعني حصل لها ايه؟ ان هي نقصت. يبقى يا عملنا ماينس يا عملنا ديفايد. طب لو جينا نجرب الماينس هنقول 128 ماينس 64. 8 ماينس 4 ايكوال 4. 12 ماينس 6 ايكوال 6. يعني احنا في اول مره عملنا ماينس 6. 64 لما نيجي نقول من تاني مره نعمل 64 ماينس 64 هتدينا 0 مش 32. يبقى احنا كده ما استخدمناش الماينس، الماينس غلط. طب هنيجي نقول 128 ديفايدد 64 هتدينا كام؟ هتدينا ديفايدد 2. يبقى احنا عملنا ديفايدد 2. طب لما نيجي نقول 64 ديفايدد 2 هتدينا 32. يبقى كده احنا ماشيين صح ان احنا كل مره بنعمل ديفايدد 2. 32 ديفايدد 2 هتدينا 16. 16 divided 2 هتدينا 8. حاجة أقول 8 divided 2 هتدينا 4. يبقى احنا بنيجي نبص لو لقيناها بتزيد يبقى هنعمل multiply هنعمل بلس. هنجرب ونشوف هو بيعمل multiply ولا بلس. ولو لقيناها بتنقص يبقى هنعمل minus يا divided. تعالوا نشوف بقى شوية exercise تاني مع بعض. تعالوا نحل مع بعض شويه اكسرسايز. بيقول لي كومبليت ان ذا سيم باترن اند ديسكرايب ذا رول. عايزنا نكمل على نفس النمط ونقول الرول بتاعتنا ايه. عندي اكزامبل 1 مثلا بيقول لي 10 15 20. هنلاقي ان هي بتزيد. بتزيد يبقى عملنا بلس مالتي بلاي. 10 بقت 15 يبقى عملنا بلس 5. وال15 بيكوم 20 بيبقى بلس 5. يبقى احنا الرول بتاعتنا ايه؟ ادينج 5. طيب زين 20 بلس 5 ايكوال 25. 25 بلس 5 ايكوال 30. طيب نمبر 2 2 بيكم 4.
لو قلنا ان هي زادت يبقى يا بلس يا مالتي بلاي. لو قلنا ان احنا هنزود 2 يبقى 2 بلس 2 ايكوال 4. طب 4 بلس 2 ايكوال 8، لا هي ايكوال 6، يبقى احنا مش عاملين بلس، يبقى احنا عملنا مالتي بلاي. فهنيجي نقول ان الرول بتاعتنا مالتي بلاينج باي 2 اتش تايم 8 تايم 2 ايكوال 16، 16 تايم 2 ايكوال 32. نمبر 3 40 بيكام 35، يبقى نقصنا، يبقى عملنا ديفايدد عملنا ماينس. لو قلنا 40 في ديفايدد كام تدينا 35، مفيش حاجة، يبقى احنا عملنا ماينس. هنيجي نقول 40 ماينس 5 ايكوال 35، يبقى احنا الرول بتاعتنا ماينس 5 اتش تايم. هنيجي نقول 30 ماينس 5 ايكوال 25، 25 ماينس 5 ايكوال 20. ودلوقتي تعالوا نلعب مع بعض. هنختار رقم مثلا، لو اخترنا نمبر 1 بيقول لي ايه 1 باي 2، بعدين بقت 2 باي 4، بعدين بقت 3 باي 8. لو لاحظنا هنبص على اول نمبر نلاقيها 1 2 3، والنمبر الثاني 2 عملنا له دبل كيت بقت 4، عملنا له 4 دبل كيت بقت 8. يبقى احنا بنزود نمبر 1 الرقم الاولاني 1، والنمبر الثاني بنعمل له دبل كيت. لما نزود 3 1 هتبقى 4، ولما نعمل الدبل كيت لل 8 هتبقى 16. بعد كده لما نزود ال 4 تبقى 5، ونعمل دبل كيت لل 16 هتبقى 32. نمبر 2 89 بيكم 79 بيكم 20 بيكم 62. هنلاحظ ان اول مره عملنا ماينس 10، بعد كده عملنا ماينس 9، بعد كده عملنا ماينس 8. لما نعمل ماينس 7 هتدينا 55، لما نعمل ماينس 6 هتدينا 49. شوف لو كم 3 2 بيكم 6، 6 بيكم 12، يبقى 2 بيكم 6 يبقى عملنا بلس 4، 6 بيكم 12 يبقى عملنا بلس 6. بعد كده هنلاقي 12 بيكم 16 يبقى عملنا بيكم 4، 16 بيكم 22 يبقى عملنا بلس 6. يبقى احنا مشينا بلس 4 بلس 6، بعد ال 22 لما نعمل بلس 4 هتدينا 26، بلس 6 هتدينا 32، بلس 4 هتدينا 36. وبكده نكون خلصنا الليسن بتاعنا، ونتقابل ان شاء الله في الليسن اللي جاي.